يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16، الإسكندرية 24-16، مطروح 23-15، بورسعيد 24-18، والإسماعيلية 29-17. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18، العريش 24-17، طابة 29-22، شرم الشيخ 30-21، والغردقة 21 وأيضا الصغرى 21. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 23، أسوان 33-24، الوادي الجديد 34-19، شلاتين 32-22، وأخيرا حلايب العظمى 31 درجة والصغرى 24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.